اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده. امبارح تابعنا معاكم خبر اقاله رئيس الهيئه القوميه للانفاق الدكتور عصام والي. اتقال انه سبب الاقاله هو صله القرابه بينه وبين الفنانه يعني مجازا غاده والي صاحبه ازمه رسومات مترو الانفاق واللي تم اقتباسها من فنان روسي شهير. خرجت هيئة مترو الأنفاق وقدمت اعتذار وشالت الرسومات من وقت الإقالة امبارح، وكان في ربط ما بين اسم غادة والي والدكتور عصام والي اللي هو يعني خد عناوين أخبار كتير في مواقع إخبارية مختلفة. احنا ده وصلنا الحقيقة مع الدكتور عصام والي، وخص مصر جديدة بتصريحات خاصة حوالين الأزمة. الدكتور عصام والي قال لنا انه مفيش اي صله قرابه او حتى معرفه عائليه او حتى معرفه اجتماعيه او اي صله من اي نوع مع غاده والي، والموضوع ما هو الا تشابه اسماء فقط. الدكتور عصام والي كمان زياده في التاكيد قال انه ما عندوش غير اخت واحده بس، واخته دي عايشه في امريكا وعندها 3 ولاد. دي تصريحات خاصة على لسان الدكتور عصام والي اللي صدر قرار بإقالته امبارح من رئاسة الهيئة القومية للأنفاق، واللي اتقال إن السبب هو صلة القرابة بينه وبين غادة والي. وده يعني علشان بس نقفل الكلام اللي بيتردد حوالين هذه الأزمة. الجو والحر، الحر 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 الحقيقة، في قفزة في درجات الحرارة، والقفزة لأعلى، يعني قفزة مفاجأة في درجات الحرارة. حسب خبراء الأرصاد النهاردة درجة الحرارة في القاهرة وصلت ل 38، بكرة بقى هنوصل لذروة الموجة الحارة. درجة الحرارة في القاهرة بكرة توصل 39 درجة، في جنوب سيناء وشمال الصعيد هتكون 41 درجة، في جنوب الصعيد هتبقى 43. بالنسبة بقى للسواحل الشمالية فهي أقل المناطق في درجة الحرارة كالعادة، هتسجل حوالي 35 درجة. لكن المشكلة إنه ارتفاع درجات الحرارة جاي ومعاه ارتفاع في نسبة الرطوبة. طبعا لما نسبة الرطوبة بترتفع احنا شعورنا بالحر بيزيد. نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية على فكرة هتوصل بكرة ل 90% بالليل و 55% بالنهار في يعني في السواحل الشمالية. في القاهرة الرطوبة أقل شوية، 80% بالليل و 40% في النهار. لكن رغم جو المصيف خبراء الأرصاد بيحذروا من ارتفاع الأمواج بسبب نشاط الرياح على السواحل الغربية في المنطقة ما بين مطروح والسلوم. موجة حارة بيأكد بيها الصيف وجوده بعد هدنة استمرت معانا قبل اجازه العيد لحد امبارح. طيب معنا على التليفون دكتوره ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئه الارصاد. دكتوره ايمان، ايه اللي بيحصل؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك انجي، واهلا بكل الساده المشاهدين. احنا طبعا متعودين في فصل الصيف وخاصه شهر يوليو واغسطس ان طبعا هذه الشهرين بيكون في ارتفاعات في درجات الحراره وايضا ارتفاعات في نسب الرطوبه بسبب طبعا تاثرنا بمنخفض الهند الموسمي. يمكن هذا العام الحمد لله حتى الان لم ترتفع درجات الحراره بشكل ملحوظ او بشكل كبير زي ما احنا معتاد عليه كل عام، يعني تعتبر هي في المعدلات الطبيعيه او اعلى درجه الى درجتين فقط. فالنهارده وبكره المتوقع على القاهره الكبرى توصل درجه الحراره العظمى ل 36 درجه، لكن الاحساس بيها مع ارتفاع نسبه الرطوبه هيوصل الى 39 درجه مئويه. طبعا جنوب الصعيد بيتراوح ما بين 42 و 43 درجه، وده طبعا بتكون اعلى درجات حراره في مدن ومحافظات جمهوريه مصر العربيه. السواحل الشماليه بتكون اكثر اعتدالا واكثر يعني تحسنا في درجات الحراره، فتتراوح ما بين 32 و 31 درجه مئويه. طبعا احنا بناكد ان دي درجات الحراره اللي بيتم قياسها في الظل، لكن طبعا تحت اشعه الشمس هترتفع كتير. طبعا هترتفع كتير. كتير طيب بشكل كبير جدا. وده مهم جدا بناكد عليه ان احنا ما نتواجدش تحت اشعه الشمس المباشره في فتره الظهر، يعني من الساعة 11 كده للساعة 2 تقريبا كده بلاش نبقى في الشمس. يعني من الساعة 2 ممكن للساعة 4 كمان بعد الأربعة كمان. الفترة دي بتسجل فيها أعلى درجة حرارة. كمان أشعة الشمس بتكون عمودية، نسبة الأشعة فوق البنفسجية بتكون عالية جدا، طبعا دي ممكن تضر الجلد وممكن تضر البشرة، فمهم جدا إن احنا ناخد بالنا من الفترة دي لو مضطرين للتواجد
لازم يكون معنا شمسيه، كاب، طبعا الكريمات الواقيه للشمس خصوصا واحنا متواجدين على الشواطئ، فده مهم جدا عشان طيب نحمي جلدنا وبشرتنا. بمناسبة الشواطئ، انتم عاملين تحذيرات من الامواج العالية الاسبوع اللي فات في العيد، تقريبا الناس كانت في الموجودة في المصايف مش عارفة تعوم لانه الشواطئ اتقفلت وكان في اكتر من حالة غرق. لسه في تحذيرات انا شايفة من ارتفاعات جديدة في الامواج، ده ده صح؟ حقيقي فعلا. هو فعلا احنا في العيد كنا حذرنا اخر 3 ايام في اجازه صحيح. العيد ان فعلا كان في ارتفاع في الامواج، ويمكن للاسف فعلا حصل 3 وفيات وغرق كبيره بسبب ارتفاع الامواج. فاحنا بنحذر يوم الثلاث والاربع ارتفاع الموجة على ساحل البحر المتوسط، ويشمل طبعا بدايه من السلوم ومطروح واسكندريه، ويمتد ايضا الى بلطيم وراس البر ودمياط وبورسعيد. ارتفاع الموجة هيتراوح من 1.5 متر لمترين ونص، فمهم جدا ان احنا ناخد احتياطاتنا، نتبع طبعا التعليمات اللي بيرشدنا اليها المنقذين والاعلام اللي بيرفعوها، الاعلام السوداء والاعلام الحمراء، ده معناه ان الموج مرتفع وان احنا خطر ان احنا ننزل في هذه الشواطئ. نخلي يعني بالنا خصوصا الاطفال، طبعا ده مهم طب جدا. يعني الناس اللي في السواحل الشماليه، اي حد موجود في اسكندريه، مطروح، اي حته في الساحل الشمالي من مصر، ناخد بالنا لانه البحر الاحمر الامواج هتبقى عاليه جدا. طيب البحر الابيض، البحر البحر الاحمر بقى، المتوسط، البحر الابيض الاحمر المتوسط. بقى اخباره ايه؟ لا البحر الاحمر الى حد ما الامواج بتتراوح ما بين 2 و 2.5 متر، لكن البحر الاحمر طبيعته مختلفه عن البحر المتوسط، لان البحر الاحمر بحر منغلق مساحته ضيقه، فارتفاع الامواج 2 او 2.5 متر ما بيسببش مشاكل. لكن اللي بيسبب مشاكل اكثر في المساحات الواسعه زي البحر المتوسط اتجاه الرياح الشماليه الغربيه مع سرعه الرياح العاليه بيؤدي لارتفاع موجه كبيره. لكن البحر الاحمر الموجه بتكون موازيه للساحل، فده بالتالي ما بيأثرش قوي على المصطفين، فما فيش اي مشاكل. ده ان شاء الله غدا الثلاثاء، لكن بدايه من الاربع في بعض المناطق في البحر الاحمر هتبدا ترتفع فيها الامواج ويمكن هتوصل ل 3 متر، وخاصه منطقه خليج السويس، فمهم برضو ان احنا ناخد بالنا. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد. طيب